يا فتاح يا عليم يا رزايا كريم، صباحنا وصباح الملك لله. وادي عطوه، انت لسه ما صحيتش؟ عطوه يو يو يو، عطوه وادي عطوه. قوم يا حبيبي اصحى بقى، لا تتاخر على شغلك. ايه يا ام؟ في ايه يا ام؟ قوم يا حبيب عين امك عشان تلحق تروح الشغل. قولي له استنى شويه. هو مين يا واد اللي اقول له استنى شويه؟ انت مالك كسلي ليه النهارده كده؟ قوم بقى يلا. اوه ياما، يعني الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده؟ ايه؟ ما يعرفش كل ده نوم؟ ما شبعتش نوم؟ بقى نايم بقالك 9 ساعات وما شبعتش نوم؟ ياما 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 ارحميني، انا موظف وبتعب في شغلي قوي. بتتعب في شغلك قوي ولا بتروح تكمل نومك هناك؟ انت مين اللي بيجيب لك الاخبار دي؟ ايه ده انت يا ابني وانا عارفاك. قوم يا اخويا، قوم يلا غير هدومك على ما احضر لك الفطار. اه يا ما كان في نفسي تطلع زي ابن خالك سعيد، لكن من وكستي طلعت زي عمك. طيب حاضر حاضر. يا الله اللي هنا، مفيش حد هنا ولا ايه؟ محدش يجيب الشاي لحد دلوقتي؟ البنسون ده هيفضل تعبان كده طول عمره؟ ده سعيد فوكس يا حضرة الأمين. أنت سعيد فوكس؟ أيوه يا فندم. طب اتفضل معايا. على فين؟ على الاسم. ليه؟ في شكوى متقدمة ضدك بأن عليك فلوس ومش عايز تدفعها. آه لا مؤاخذة حضرة الأمين، هو في معلومة غلط. هو في فرق بين مش قادر ومش عايز. أنا فعلاً عليا فلوس بس مش قادر أدفعها، مش عايز. طب اتفضل معايا. ما أنا عايز أفهم حضرتك. يبقى فاهم حضرة الظابط. هو حضرتك ايه وحضرة الظابط ايه؟ ما انت واحد. اتفضل معايا ما تضيعش وقت. طب لحظة واحدة بيه. شفت عزام؟ شفت الناس بقت قلوبها زي الحجر وما عندهاش رحمة ازاي؟ ما الناس معذورة يا سي سعيد. على طول بتوصل للاسم. الا ما انت مبلط في الخط يا اخي. طب اللي له فلوس ده يجي يقول لي بدل ما يشتكي، يجي يقول لي وانا اتصرف له الغبي ده. بس ما تشتمش. وانت محموق ليه؟ ما انا اخي ريقي نشف من كتر طلب الفلوس ديت، وداني اتجبست من كتر اوضتك مفيش. وانت عزام، انت اللي مقدم الشكوى دي، اخره العشره تشتكينا يا عزام؟ ما انت عارف الحاله يا سعيد، البنسيون مصاريفه كتيره، الموظفين بيقفوا لي كل اخر شهر زي قبضين الارواح يا اخي. يعني ال 100 جنيه بتاعت هي اللي هتسد مرتباتهم؟ 100 جنيه ايه يا اخويا؟ دول 250 جنيه. 250 جنيه بتوع ايه يا عزام؟ 250 جنيه بالتمام والكمال يا سيدي، وكله متقيد هنا في النوت يا عزام. اذا كان اجره الاوضه 30 جنيه في الشهر. نعم. والشاي والقهاوي والطلبات اللي ملهاش اخر اللي كل شويه بتطلبها. انا بشرب شاي وقهوه ب 250 جنيه عزام. انت اللي حاسبه؟ انا مش بدلته. اسمع يا حضرة الامين، احسن حاجه نروح نتفاهم في الاسم. لا بلاش الاسم يا عزام، ابوس ايدك. هو الاسم. اتفضل معايا. انا عندي حساسيه. انا بريئه بيه، انا بريئه بيه. ايه ده؟ مين ده؟ ده مدهو سعيد فوكس يا فندم. ومالك مسننه كده ليه؟ اصل مفاصله اتفككت لما عرف انه جاي الاسم. طيب قعدوا هنا وروح انت. حاضر. انت صاحب الشكوى مش كده؟ ايوه يا فندم، انا صاحب الشكوى. يا استاذ سعيد، انت في شكوى؟ انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي بيه. حاضر، بس مش تسمع الشكوى الاول؟ انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي بيه. ليه؟ لانها شكوى كيديه بيه. مش فاهم. انا مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي بيه. وبعدين بقى معاك دلوقتي الموضوع انك مؤخر للبنسيون اجره 3 اشهر، والراجل ده جاي يطالب بفلوسه، هتدفع ولا ايه؟ انا مش هتكلم بيه الا في وجود المحامي بتاعي. طيب تعرف نمرة تليفونه؟ اه طبعا هيعرف. كام؟ ما اعرفش اقولها غايبه بيه، لازم اطلبها انا. اتفضل اطلب. الو عطوه، اه ابن عمتي، الحقني يا ابن عمتي، عايزك. انا في، احنا فين يا بيه؟ اسم شرطة الازبكية. احنا في اسم شرطة الازبكية يا عطو، تعال لي بسرعة وهات معاك فلوس كتير. منين؟ اتصرف يا اخي.
صباح الخير يا نعيم. صباح النور يا مدام. ها اخبار الزباين ايه النهارده؟ في 10 زباين. معلش يا مدام ما احنا لسه الصبح. طيب معلش بعد ما اشرب القهوه بتاعتي دخلي لي اول زبون من فضلك. حاضر يا مدام. صباح الخير يا اما. يا صباح النور والهنا. ها طمنوني يا حبايبي عملتوا ايه؟ كل خير يا اما، دفعت الفلوس وكل شيء تمام. تصوري يا اما قال ايه؟ انا المحامي بتاعه. يوه وايه الشنطه اللي معاك دي يا عطوه؟ دي شنطه سعيد، اخيرا اقنعته يجي يقعد معانا بدل البهدله اللي بشوفها دي. جدع جدع يا واد يا عطوه. صحيح عمر الدوفر ما يطلع من اللحم. ياما بمناسبه اللحمه هتطبخي لنا حاجه كويسه بمناسبه تشريف حبيبنا سعيد فوكس المحترم في بيتنا. حاضر من عينيا الاثنين. طب امشي انا بقى امضي تاخيره وخلاص. استنى عطوه خدني معاك. سعيد. ايوه عمتي. انا مستنياك يا حبيبي على الغدا. ما تضايقش نفسك، بكره التحدي اللي تبقى عالي العالي العال، وبدل ما انت قاعد في بنسيون هتقعد في شقه كده على النيل كبيره قوي. شقه على النيل؟ انت طيبه قوي يا عمتي. اهلا اهلا يا سعيد. ايه يا بيه مالك زعلان كده ليه؟ خير ان شاء الله. بلاش غلبة، خلصت الرتوش بتاع الصورة؟ صورة؟ صورة ايه؟ صورة الأستاذ عطوة ابن عمتي، احنا عندنا غيرها. لما دي خلصت بيه وطبعتها من يومين. وبعدين يا سلام. وربنا يرزق. احنا لو قعدنا على الحال ده شهر كمان هنجوع. منها لله بقى مدام عزيزة. خلاص يعني الدنيا زنقت في وشها. مفيش مكان في الدنيا تفتح فيه استوديو ده في الشارع اللي جنبنا. في اسبوع واحد خدت كل الزباين مننا. خلاص يا بيه، هو كرسي في الكلوب ونخلي الفرع عتمه ونجيب عليه وطيه والفعل مجهول. انت اتجننت يالا؟ ايه شغل البلطجه ده؟ اوعى تفكر في الموضوع ده خالص. نعمل ايه يا بيه؟ يعني نفضل قاعدين كده وحاطين ايدينا على خدنا؟ اسمع سلامه، انت ما قبضتش مرتبك الشهر اللي فات، واضح كمان انك انت مش هتعرف تقبضه الشهر ده. في بيتها بيه ما تحملش هم. وانت ذنبك ايه بس يا سلام؟ انا قصدي يعني لو في عندك لقمه تعيش في مكان تاني انا بقول تروح تاكلها. الله الله الله، انت كده تزعلنا بيه. انا لو عملت كده بقيل الاصل قوي، احنا من زمان مع بعض على الحلوه والمره. وبكره هتتعدي يا استاذ. منين يا سلامة؟ مش باين. اللمة دي كلها مش لازم حد يخش ورانا. ايه ده جيلك؟ مش عروسة لازم حبيبها يبقى حواليها؟ مش ضروري كده. وراي استاذ سعيد. يا استاذ سعيد يلا في ايه مالك؟ اهلا وسهلا. تعال تعال. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. عقبال المكان ان شاء الله. سلامه. نعم. خش جهز الاستوديو. عينيا اجري. عاوزين صوره بالطول انما البوز اللي هو. ايوه وتبين الفستان كله والجزمه السواريه طبعا. وورانا بوكيهات ورد ان شاء الله. هعمل لك صوره تعجبك يا فندم. انا هعمل لك صوره 30 في 40 وصورتين 18 في 24 على ورق لميع من اللي هو. لا لا انا قلت صوره واحده. صورة واحدة بس؟ ليه؟ واحنا هنبقى أقل من الناس؟ طب دي نوسة بنت خالي عملت كده، وعليا وفكرية وسميرة أولاد الجيران كل واحدة فيهم يوم فرحها متصورة لها يجي أكتر من 365 صورة. أنا اللي أقوله ينفذ، اللي أقوله فرمان يمشي، ومن أولها كده، مفهوم؟ لا مش
مفهوم. ثنية. نعم يا جدو الراجل. معلش يا جماعة، حصل خير حصل خير، مفيش أي مشكلة. عموما الصور الزيادة دي هدية من المحل. إن كان كده أنا ما عنديش مانع. أنا موافق. ربنا يتم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا يا عروس. اتفضل يا عريس. اتفضلوا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضل يا عريس. اتفضلي يا عروسة. أهلا وسهلا. ألف ألف مبروك. اتفضل حضرتك. أيوة حضرتك توقف جنبه كده. تمام موظف. أيوة تمام. كيف حضرتك كده قدام شوية كده. أيوة المكتب. لا لتحت شوية كده كمان. أيوة الناحية دي كده. جميل. أيوة ألف ألف مبروك. ألف مبروك. أيوة تمام كده. ثانية واحدة. أيوة أيوة. الله فين الكرسي؟ فين الكرسي؟ كرسي إيه لمؤاخذة فين؟ الكرسي اللي أنا هقعد عليه. ما الصالة مش هقف أبدا. أنا لازم هقعد. طب ما أنت حضرتك قاعد ولا؟ لا 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 يقعد تاني. أهو أهو براحتك يا عريس. اتفضل اتفضل يا عريس. اتفضل حضرتك. النهاردة يوم العريس. العريس بيتعب أوي النهاردة. بس شد حيلك انت. ها اتفضل يا استاذ جاسيه. ثنيه تعالي جنبي هنا كده. حط ايدك على كتفي. لا مش جايه ومش عامله كده. لا انا يتقال لا دي هزمت. ايوه يتقال لك لا. الصور دي ماتت من زمان. كانت على ايام جدي وجدك. معلش معلش يا استاذ روق. المدام برضه عندها حق. عندها حق ما عندهاش حق. مدام انا قلت كلامي ما يتكسرش. يعني ايه كلامك ما يتكسرش؟ هو انا جاري عندك؟ الراجل رأس المرأة ولازم عليها طاعته. وانا ليا رأيي ولازم تحترمه. لازم انا يتقلي لازم. ايوه يتقال لك لازم. لا انا يتقلي حاضر طيب نعم وبس. ليه على راسك ريشة ولا على راسه ريشة؟ يا فندم مفيش على راسه اي حاجة. الراجل ما غلطش. معلش كمان كمان بتعلي صوتك عليا يا هاتون. معلش انا فاهم حضرتك حاجة. اصل احنا ممكن نحل المشكلة ببساطة ونرضي. لا ما فيش بساطة بقى. ده بيحكم رأيه علي. معلش يا هانم احنا هنرضي جميع الاطراف. ازاي؟ قول لي ازاي؟ انا مش عصبي. انا مش متعند. انا راجل مرن. طريق يعني انا اللي مقفله. لا 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 هو ما يقصدش طبعا. احنا ممكن اقول لحضرتك نحلها ازاي. احنا ممكن نصور صورتين. صوره وحضرتك واقف وصوره وحضرتك قاعد. لا انا الراجل وكلامي هو اللي لازم يمشي ويكون زي السيف. نعم يعني انا ماليش راي بقى. اما انت بتعمل فيا كده بنهولها. امال لما انا بقى بيت واحده هتعمل فيا ايه؟ احسن لك تفضلي قاعده في بيت ابوكي. الجوازه دي مش لازم تتم. طب معلش طب لحظه واحده. صور وبعدين يعني يا استاذ صورها يا عم. صور انت تعالى. مدام يا هانم يا خبر مش فايت. سعيد اهلا اهلا. يا مرحبا يا مرحبا. اهو كده انا اتاكدت دلوقتي ان عطوة له اخ تاني صحيح. من حق. هو فين عطوة النهارده؟ لسه ما رجعش من الشغل. اقعد يا ضنايم احط لك تتغدى. لا معلش يا عمتي ماليش نفس. ايه طب روح الشطف كده وغير هدومك ونام لك شويه على بال ما يجي من الشغل. من حق. شفتي الصوره دي يا عمتي؟ الصوره الله. دي صوره عطوة ابني. دي جميله قوي يا سعيد. ده حتنطق. ياه طول عمري اقول عليك اشطر مصوراتي في الحته. وايه الفايده يا عمتي؟ المهم الحظ على راي المثل. راد حظ ولا فدان شطاره. ليه يا ضنايا؟ هو الحال مش ماشي ابدا يا عمتي. بقالي شهر دلوقتي مفيش زبون داخل المحل. حتى العريس اللي جه يتصور النهارده اتخانق هو وعروسته ومشوا. النحس له ناسه. هو لا يهمك يا ابني طول بالك. الدنيا على دي ودي وبكره تتعدل وتبقى فل الفل. دقيقه واحده اجيب لك تمن الصوره. ايه يا عمتي بتقولي ايه؟ انت بتشتميني؟ ده انتوا خيركم مغرقني. مش كفايه انكم قويتوني؟ سعيد اوعى تقولي الكلام ده تاني ابدا. يا خبر ده انت زي ابني يا حبيبي. ربنا يخليك يا عمتي. ايوه خلي دي هنا. ايوه كده كده. وخلي دي كمان جنب سعادتك. ايوه تاني. ايوه وعد. ايوه دي كمان خليها جنب سعادتك. ونشدي بقى ايدك. ايوه مظبوط قوي كده. ودي كمان. انا هصور سعادتك صوره عمرك ما اتصورتها ولا هتصورها. الاضاءه. ايوه مظبوط الاضاءه. ايوه احسن اضاءه في اي استوديو. ايوه
ايوه كده. ايوه ابتسم. لا اكتر. اكتم نفسك. لا 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 ابتسم. انت هتودي الصوره الواحد من ده منه ولا ايه؟ هعد من واحد لثلاثة. استنى قبل ما اصور، انا عايز وشي يبقى جوه قلب عشان ههديها لخطيبتي. قلب؟ طب ودي تنفع تتعمل ازاي دي؟ ما ينفعش. ما ينفعش ازاي يا استاذ؟ انا صورت الصور دي كتير قبل كده. يبقى اروح استوديو تاني. لا 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 تروح استوديو تاني ايه؟ ينفع؟ مين اللي قال ان ساعتك ما ينفعش؟ اتفضل حضرتك اتفضل امسك. ايوه امسك الحاجات. ايوه كده. ايوه ابتسم. ايوه يلا. ايوه ابتسم يلا. ايوه واحد اتنين ثلاثة. ألف مبروك يا أستاذ. هستلم الصور إمتى؟ بكرة إن شاء الله زي دلوقتي. هعمل لك صورة بره. ما بقيت الكرفطة؟ آه طبعًا يا أستاذ. وعايز الصور غامقة. أنا ما بحبش الصور الفاتحة. أيوة يا أستاذ طبعًا. خليها لك كوبية. بتقول إيه؟ هخليها لسعادتك آخر مذاكرة. إيدك بقى على الفلوس يا سعادة البيه. عايز كام؟ 2 جنيه ونص. ليه؟ أنا بتصور سكوب ألوان؟ الله لا يا أستاذ، أسعارنا كده. الدنيا بقت كلها غلب. شوف سعادتك دلوقتي كيلو القوطه بقى بكام؟ حزمه البقدونس بقت بكام؟ وبعدين ده احنا ارخص استوديو في المنطقه. جنيه ونص بس. ولو عجبتني الصور انا حاجه اتصور مره ثانيه جوه برده. امرنا لله. انا بتصور كل يوم وكل يوم ببوش شكل. ليه عدم المؤاخذه؟ عشان انا نجم سينمائي ولازم صوري تبقى في الجرايد والمجلات. انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ ما حصلليش الشرف. مش مهم. انت بالذات مش مهم. يلا سعيد يا ابني يا حبيبي، كل صحة وعافية. متشكر يا عمتي. توقف حالي خلاص. من يوم ما شرفت الست عزيزة وانا مفيش ولا زبون، خدت كل زباين. عزيزة؟ مين عزيزة دي؟ واحدة زيدي كانت متجوزة واحد مصوراتي فاتح باب الخال. مات من كام سنة. صفت المحل وجات دفعت خلوه في محل جديد في الشارع اللي جنبي. وابتدأت تشتغل. وهي اللي بتصور؟ ايوه عمتي، اتعلمت التصوير من جوزها. ايه؟ مهما اتعلمت التصوير مش هتعرف تصور احسن منك. فعلا انت فنان وبقالك في المهنه دي سنين طويله. دي جايبه اجهزه جديده وعملت معمل الوان وبتصور مستندات وعملت شويه ديكورات في المحل من الحاجات اللي بتزغل العينين الزباين دي. المساله مساله امكانيات بقى. ايوه يا سيدي، والغربال الجديد له شده زي ما بيقولوا. وبعدين هنعمل ايه؟ مفيش غير انك تشتري اجهزة ومعدات حديثة وتنافسها. منين؟ ما انت عارف البير وغطاه، دي حاجات تخش لها في كذا الف، وانا دوب عايش على رزق يومي. مشكلة فعلا، بس اكيد هنلاقي لها حل يا سعيد. انا عشم فيك كبير قوي يا عطوة اخويا. انا عارف ان انت ليك معارف كتير هنا في الحتة وبره الحتة وفي الشغل. عايز همتك معايا كده يعني، او نعمل شوية دعاية يمكن الزبائن ترجع المحل تاني. ان شاء الله. تأكد ان انا حجند نفسي للمهمة دي. بس انت تفائل كده، وقريب قوي هتشتكي من كتر الزباين. الف شكر. ما تقولش كده يا راجل، ده احنا اخوات. سلامة. ولا سلامة. راح فين ده؟ سلامة. اهلا اهلا يا استاذ. مش هتصدق يا استاذ، لسه خارج دلوقتي. هو مين اللي لسه خارج دلوقتي؟ زبون. ايه بيه؟ سيبت يخرج ليه؟ سيبت يخرج، انا شايلك مش هتاخر. اعمل ايه يا استاذ؟ خرج خلاص. خرج خلاص؟ ما كتفتوش ليه؟ ما كتفتوش ليه يا غبي؟ ما كتفتوش ليه؟ هكتفه ازاي بس يا استاذ؟ وبعدين ما تخافش، انا عملت الواجب. عملت الواجب؟ انا عملت ايه؟ صورته. صورته ازاي؟ صورته بيه البوز اللي هو وهطبعها له على ورق لميع 6x9 اخر البحر. وعملت كده ليه؟ انت عمرك صورت صوره؟ عمرك صورت صوره؟ الله، انا مكتوب عليا يعني يا سعاده البيه طول العمر افضل اطبع واحمد بس؟ وبعدين ده انا صبيك يا استاذ وفاهم اصول اللعبه كويس قوي. هتشوف صوره دلوقتي. انما ايه؟ ده انا سلامه يا استاذ، مش اي ولا زي. طب اخويا يلا فالح قدام على المعمل حمد النجدي وريني عكيت ايه. ماشي يلا.
فين الصورة؟ هتطلع يا أستاذ. صبر جميل برضو، احنا لسه ما كملناش 3 دقايق. 3 دقايق ايه يا غبي؟ احنا بقالنا اكتر من 5 دقايق. فين الصورة؟ يبقى العيب في الدواء. العيب في مخك انت. الدواء ده انا جايبه من اسبوع، هو احنا عملنا بيه حاجة؟ ولا؟ نعم. انت نورت اللمط؟ امال يا استاذ، 3 لمط بيلعلطوا في وشه كده. امال ايه حكاية؟ طب فتحت الشاسيه؟ فتحته على الاخر، وهي يعني صحتك لو طولت بالك هي هتطلع، بس اصل هو كان طالبها غامقه شويه. غامقه ايه؟ طب انت فتحت العدس على كام؟ هي فيها على كام؟ هي دي فاتتني يا استاذ. ايه هي اللي فاتتك؟ العدس؟ انا حلقتك في عمرك. لا يا استاذ، يا استاذ روق مال، والله العظيم هو اللي ما بيعرف يتصور. الشاي يا عطو. شكرا يا ست الكل، شكرا. نفسي ياما اخدم الواد سعيد ده. من بكره همر على مكاتب الموظفين واعمل له دعايه ما حصلتش. وابقى اكلم له الناس اللي في القهوه برضه. لا لا لا، دي طريقه بدائيه ياما. بدائيه ازاي؟ انا افضل نكتب له اعلانات ونوزعها. يوه، وهتكتب ايه في الاعلان؟ اكتب مثلا: توجهوا إلى استديو سعيد للتصوير الفوتوغرافي، تجدوا ما يسركم. بس دي جملة تقليدية ما تشتش الناس. بقولك إيه يا عطوة، اكتبوا كده زي كلام الأغاني. والله فكرة يا أمّا. أكتب مثلا: ياللي نفسك تشوف نفسك 6 في 9، محفلط ومتبروز واخر قلسطر، عليك بسعيد افندي المصور العتره. استاذ وزعت كل الاعلانات يا استاذ. اخبتك ومفيش ولا زبون. هل يبقى مبخر المحل بقى؟ يمكن عكوسات. عكوسات ايه يا غبي؟ ما انت عارف السبب. ايوه عزيزه، تصدق بالله يا استاذ لو اني مش خايف اروح في حديد كنت قتلتها. اسمع سلامة. عارف يا استاذ، عارف من غير ما تقول، عارف هتقول ايه. هتقول انك انت ظالمني، ولو قدامي لقمة عيش في حته تانية اروح اكلها وما اضيعش نفسي. طبعا، اصل مش معقول تفضل رابط نفسك بيا كده. يا استاذ ده انا لحم كتافي كان فيها لحم من غيرك انت. وبصراحه بقى كده اللي هيسرع عليك هيسرع عليا. ايوه سلامة، بس تضيع ليه مستقبلك؟ انا ماليش مستقبل غير معاك انت يا استاذ، وما تشغلش بالك انت بيا. بس بقول ايه يا استاذ؟ يعني بعد اذنك كده اروح مشوار وارجع حالا. ماشي. اصيل يا سلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم بالكامل. سلام سليم الونش. أبيض وأسود ولا ألوان ولا 6 في 9 ولا 8 لا 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 لا، واضح إن سعادتك فهمتيني غلط. أنا مش عايز أتصور. أمال عاوز إيه؟ عايز أقابل مدام عزيزة. ليه؟ موضوع شخص، عدم المؤاخذة. في ميعاد؟ لا مفيش. طب اتفضل حضرتك، أما ترضى هديها خبر. ماشي. لا لا لا، هنا ممنوع. في صالون الانتظار لو سمحت. ايه؟ ايوه ماشي. مع السلامه يا هانا، شرفتي وانستي. ها يا نعيمه، في زباين تاني؟ ايوه يا فندم، في واحد بيقولوا ان عاوز حضرتك في موضوع خصوصي. موضوع خصوصي؟ فين هو؟ في صالون الانتظار. اهلا وسهلا عزيزه هاني، مش كده؟ ايوه. اي خدمه؟ تساعدتك لاي خدمه يا فندم. ايه ده؟ انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ لا من شدة حماس يا فندم. من شدة حماسك ولا من عضة كلب؟ ظريفة، ظريفة جدا يا فندم. بصراحة كده أنا أول ما دخلت الاستوديو هنا كنت ناوي على الشر،
بس اول ما شفت النظافه والنظام والمعامله الطيبه والوجوه الحسنه دي اتغيرت بقدره قادر وقلبت على الوش التاني على طول. انا مش فاهمه حاجه خالص. ما انا هفهم سعادتك يا فندم. بقى محسوبك سلامه سليم الونش، كنت بشتغل هنا جنبكم في استوديو الاقبال لصاحبه ومديره سعيد فوكس، وبصراحه كده الاستوديو ده لا بيهش ولا بينش، وطول النهار قاعدين ابن على خدنا ومش لاقيين شغل. والسبب كيف كده طبعا ان سعادتك من ساعه ما فتحتي هنا وانت واكله الجو. انت جاي تقر علينا بقى؟ هات من الاخر يا اخينا وقول انت عايز ايه بالظبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا عطوه. ايه ازيك؟ زي ما انت شايف. هي الاعلانات ما جابتش نتيجه ولا ايه؟ ابدا عطوه، الظاهر ان انا هقفل المحل ده وابيعه واشتغل اي شغلانه تانيه. المصيبه ان انا ما اعرفش اشتغل شغلانه تانيه غير التصوير. منك لله يا عزيزه. اسمع، انا هروح لها المحل. تروح لها ليه؟ أشوف إيه سر جاري الزباين عليها. جايز في أسباب تانية غير الأجهزة الجديدة دي. طب وهتروح لها بمناسبة إيه؟ أتصور. هي ناقصة زباين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم. أي خدمة؟ عايز أتصور لو سمحتي. تحت أمرك، الاسم بالكامل. عطوة عبد الواحد. ابيض واسود ولا الوان؟ انا؟ ايوه طبعا الوان. 6/9 ولا 18/24؟ 18/24. ميعاد الاستلام بعد 3 ايام زي دلوقتي. اتفضل حضرتك استريح في صالون الانتظار. ايوه شكرا. شكرا. اتفضل ساعتك. شكرا. شكرا. السلام. بطاقة اقتراحات. يسعد استديو السعادة أن يتعرف على ملاحظاتكم واقتراحاتكم حول مستوى التصوير ومواعيد الاستلام وطريقة التعامل. مسكين سعيد، المنافسة مش في صالحك، مش في صالحك خالص. فندم. اهلا وسهلا. حضرتك اول مره تشرف الاستوديو. في الحقيقه ايوه. ان شاء الله هنكون عند حسن ظنك. اتفضل. تحب حضرتك الخلفيه تكون لونها ايه وراك؟ اللي تشوفيه حضرتك. يعني انا شايفه حسب الوان القميص كده يبقى الازرق مناسب جدا. جميل. ماشي. جميل. ماشي يا فندم. حضرتك تحب فاس ولا بروفيل ولا تروكار؟ بروفيل. في الحالة دي يبقى أنا أفضل البروفيل الشمال. بروفيل الشمال؟ اشمعنى يعني الشمال بالذات؟ يعني يا فندم أنا شايفة إن النسب فيه مظبوطة جدا وبالتالي الوسامة هتبقى فيه أكتر. لو سمحت يا مدام، حضرتك درست التصوير؟ أنا الحقيقة غاوية من زمان رسم وتصوير، كانت هوايتي المفضلة، بس اتعلمت أصول الصنعة على إيدين جوزي الله يرحمه. عظيم. عن إذنك. يا ريت وش حضرتك شمال شوية؟ أيوة. لا ارفع كده شوية. أيوة كده. واحد، بص هنا، أيوة ناحية إيدي كده. واحد، اتنين. مبروك يا فندم. استاذ سعيد،
يا استاذ سعيد. راح فين استاذ سعيد؟ استاذ سعيد، استاذ سعيد. ايه يا سلام، في ايه؟ انا عهدتي سليمه يا استاذ، في جوه في المعمل علبتين ورق حساس وعلبتين افلام وازازه مظهر وازازه مثبت. طب بتقول لي الكلام ده ليه دلوقتي؟ يعني ما تاخذنيش يا استاذ، انا مش عاوز احمل سعادتك هم، يعني قلت اسيب المحل وهمشي انا بقى عشان ضميرك ما يتعبكش. هتمشي تروح فين يا سلام؟ يعني ربنا يتولانا بيه، وبس انت ما تحملش همي، اللي بيرزق اللي الدوده في جحرها يرزقني. يا سلام، لقيت شغل؟ لا بس هي تتدبر. طب يا ابني ما تخليك معايا لغايه لما تلاقي شغل. شوف يا استاذ، هو كذب خيبه بصراحه، انا لقيت شغل وهستلمه بكره. فين؟ في استوديو. انا عارف انه في استوديو. فين يعني؟ امتى؟ انت لحقت؟ اصل هو استوديو قريب من هنا. استوديو مين؟ بس ما تزعلش مني. لا وهزعل منك ليه؟ استوديو مدام عزيز. استعداد هايل ياما، سكرتيره، تليفون، ايصال بالمبلغ، ميعاد استلام، اوضه انتظار فخمه، ديكورات حديثه، ياما جرسون بيقدم المشروبات، ده غير انها ست في منتهى البراعه واللباقه والذكاء. مسكين ياما سعيد للاسف في زنقه كبيره والمنافسه مش في صالحه خالص. قول يا عطر. ايوه ياما. هي شابه صغيره كده ولا ست كبيره؟ صغيره ياما، 30 32 سنه ما يزيدش. وحلوه زي البدر ياما. عندها عيال من جوزها اللي مات؟ ما اعرفش، هو معقول اسالها اسئله شخصيه زي دي؟ انت بتفكري في ايه ياما؟ انا بفكر في حل هايل قوي. ايه هو؟ نجوزها لسعيد ويضم محله على محلها ويشتغلوا سوا، بكده تبقى اتحلت مشكله سعيد. ايه رايك؟ والله فكره، بس تفتكري توافق؟ ايه وما توافقش ليه؟ سعيد شاب حلو وابن حلال وطيب القلب ويتحب يا اخويا، وبعدين بيشتغل في مهنتها، يعني هيتفاهموا مع بعض بسرعه. طب والحكايه دي تيجي ازاي؟ اروح اجس نبضها الاول وبعد كده فتحها. طب وسعيد؟ ابقى كلمه انت بقى وربنا يوفق. الدنيا حظوظه نعيمه، انا اشتغلت عند سعيد فوكس ده 10 سنين، علمته التصوير والطبع والتحميض، ياما بوظ صور وياما صور غلط، كان يجيب لي صور قد كده اروح مقطعها ورميها في وشه، ياما صبرت عليه، وبعد ما بقى قصته في التصوير فضلت انا المساعد بتاعه. وعشان كده سبته وجيت هنا؟ ايوه طبعا، انا ما احبش الاستغلال. الراجل ده كان بيشغلني ليل ونهار ويسرق مجهودي وعرقي، وفي الاخر يبقى هو الكل في الكل. حد يقول الكلام ده؟ زودي على كده بقى انه بقاله كام شهر كده ما عندوش ولا زبون، من ساعه ما ست عزيزه فتحت في الحته وهو مش عارف ياكل عيش وما بيدفعليش مرتبي كمان. ست عظيمه، ربنا يوسع رزقها كمان وكمان. انا اول ما جيت اكلمها عشان اشتغل معاها هنا بصيت لي بصه كده وقالت لي: شكلك فنان يا استاذ سلامه، انا متاكده ان انا هستفيد جدا من تعاونك معايا. ده ايه الرضا ده كله؟ انا يالك يا عم. لا بس انا ما وافقتش بالسهل كده، انا قلت لها انا ليا شروط، هشتغل في المعمل شهرين ثلاثه كده وبعدين هصور، وهاخد نسبه من الارباح فوق مرتبي، والزبون اللي مش هستلطفه مش هصوره ويمشي. ووافقت؟ ايه اللي وافقت؟ طب دي قالت لي: كل شروطك اوامر وهنفذها لك يا استاذ سلامه. نعيمه، انت ايه اللي موقفك هنا؟ انا ولا مين؟ في حد غيرك في الاوضه؟ اتفضل يا استاذ على المعمل شوف شغلك، ممنوع تقف ترغي مع الانسه. اتفضل. حاضر. نعيمه. افندم يا مدام. تعالي انا عايزاكي. حاضر. تضحك ليه بقى؟ دي احسن نكته سمعتها في حياتي. انا اتجوز. سبحان الله، وايه الغريب في كده؟ قول لي ايه اللي مش غريب في كده يا سعيد؟ الجواز نص الدين بالنسبة لي. أنا مش ممكن. ليه؟ هو أنت عدو المرأة؟ بالعكس، بس الجواز في حالتي أنا دي يبقى حماقة، حماقة كبيرة.
واحد مفلس وعلى وش انه يبيع المحل بتاعه وتقول لي اتجوز؟ اذا كنت انت اللي ظروفك احسن مني بكتير ما انتش عارف تتجوز لحد دلوقتي. اهو جوازك ده هو اللي هيحل لك مشاكلك. ازاي بقى ابو العريف؟ انا اقول انت مش عايز الاستوديو بتاعك اشتغل زي زمان وانه بنفسة عزيزة ليك تنتهي للابد؟ اه طبعا خلاص تتجوز. انت هتجنني؟ ايه علاقة الجواز بعزيزة؟ علاقة كبيرة قوي، لان الزوج اللي احنا بنرشحها لك عزيزة. عزيزة؟ طب ازاي؟ يا ريت وش حضرتك يبقى كده شوية علشان الصورة تطلع حلو. يا اختي ده انت اللي حلوة، ده انت اللي طعمة، ده انت المفروض تتصوري وصورك تتوزع على الجرائد ومجلات مسابقة الجمال كلهم. متشكرة قوي على المجاملة دي. كده بقى؟ يا اختي فين العرسان يجوا يشوفوا الجمال ده كله؟ عرسان ايه يا هانم؟ ما خلاص كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا دي. عريسي راح وانا في عز شبابي وشبابه. ربنا يصبرك يا بنتي. لا هو توفى من امتى؟ من سنتين، بس زي ما يكون مات النهارده. صورته ما بتفرقش خيالي، بس اهو الشغل بيصبرني ويلهيني. يا ريت حضرتك تبصي شمال زي ما قلتلك. ايوه كده، واحد اتنين تلاته. مبروك يا فندم. متشكرة يا بنتي. العفو يا هاني. بقولك ايه يا ست عزيزة، انت عندك اولاد؟ في الحقيقة انا كنت متفق انا والمرحوم ان احنا نصبر على الخلفة شوية، وهو راح. ربنا هيجعل فيك البركة ويعوضك خير ان شاء الله. بقول ايه، انا قلبي اتفتح لك كده وعايز اتكلم معاكي كلمتين. اتفضلي يا بنتي. انت لسه شابة وحلوة والمستقبل قدامك يا اختي. ماشي الحزن ده بقى ماشيه، وبصي لمستقبلك وحياتك. اهي انت لزمك راجل كده يقف جنبك وسند ظهرك. انت بتقولي ايه يا هانم؟ انا اتجوز بعد المرحوم؟ ده لا يمكن يحصل ابدا يا بنتي. الزمن غدار والسنين بتجري والجواز سطرة. انا هفضل عايشة على ذكرها لغاية ما قبله. صعبان عليا وحدتك وانت بتشتغلي كده لوحدك، يعني بتظلمي نفسك. ده عهد خدته على نفسي وراضية بيه وسعيدة. الوفاء أهم حاجة في الدنيا دي. عارفة يا هانم يعني إيه الوفاء؟ فهماها يا أختي فهماها. أصلك صعبت عليا وحسيت إن أنت زي بنتي قلت أنصحك. متشكرة قوي. أنا كمان استريحت لحضرتك قوي. ما تيجي نقعد ندردش شوية، دلوقتي مفيش زباين. اتفضلي. بقالك اسبوع عمال تزن على وداني. قلت لك اسف مش موافق. ليه بقى؟ ايه اللي ليه كده برضو عطوه؟ دي فكرتكم عني؟ انتوا متصورين ان انا راجل انتهازي؟ ومين قال كده يا سعيد؟ لا عطوه لا. دي صفقه يا دي جوازه. انا ما اقبلش اتجوز واحده عشان امكانياتها مهما كانت اغراءات الامكانيات دي. انت مش هتتجوزها عشان امكانياتها؟ خلاص الجواز شركه وتعاون. شركة وتعاون ازاي؟ اذا كانت دي واحدة عندها استوديو مجهز باحدث الاجهزة وزباينها بالميات، وانا عندي استوديو الحمد لله بسيط ومفيش زباين بينش. تقدر تبيع الاستوديو بتاعك بمبلغ كبير
وتساهم بالمبلغ ده في تطوير استوديو عزيزة، وبالطريقة دي تبقى كرامتك محفوظة. ده غير انكم بتشتغلوا في مهنة واحدة، وده معناه انه التعاون بينكم يبقى مثمر وجميل، وربنا حيزود رزقكم ويسعدكم. قلت ايه يا سعيد؟ طب بس بقولك ايه، تعالى معايا. الله، على فين؟ تعالى بس، ما تتكلمش كتير، تعالى. هتعمل ايه؟ تعالى اقعد يا رب، اقعد. هصورك واخلص من زنك، بدل ما تقعد كل شويه تقول الموضوع ده. انت بتزوغ من الموضوع ليه؟ قلت لك اسف، مش موافق. ليه بقى؟ ازاي هتجوز واحده لا عمري شفتها ولا كلمتها ولا قعدت معاها ولا اعرف اي معلومات عنها؟ ده انا يا دوب شفتها كام مره وهي داخله ولا خارجه من المحل. المساله مش ان انا احل مشاكلي وخلاص. بسيطه، نخليك تقعد معاها وتكلمها وتكلمك وتتفاهموا في كل حاجه يا سعيد. طب وده هيحصل ازاي بقى يا فالح؟ ما تشغلش نفسك انت بالموضوع ده، احنا هنرتبه. طب وهي رايها ايه؟ حد كلمها؟ مش جايز، مش عايزه تتجوز او مرتبطه بحد تاني؟ سيب كل الامور دي علينا، وما تنساش ان امي بقت صاحبتها النهارده. موافق ولا لا؟ موافق، بس بشرط. ايه هو؟ اما تقابلوني بيها مش عايز حد يقول لها ان انا كنت بفكر ان انا عايز ارتبط بيها، عايز المقابله تبقى طبيعيه خالص. ماشي، احنا هنرتب المسائل وهنفبرك اي مناسبه ونعزمكم انتوا الاثنين. قلت ايه؟ اقول مبروك مقدما؟ ما قلناش حاجه يا بنتي، بس ما تاخذينيش يعني. تفتكري هو مرتاح في تربته وانت عماله تضيعي في شبابك ومستقبلك كده؟ ان كان عليه هو، قال لي وهو في النفس الاخير ما تظلميش نفسك يا عزيزه، بعد ما اموت عيشي حياتك وتجوزي وخلفي، بس بشرط تسمي اول ولد على اسمي منصور. يبقى خلاص ننفذ الوصيه. مش ممكن، مش قادره. تفتكري في حد ممكن يعوضني ايام الحب والسعاده اللي انا عشتهم معاه؟ في حد؟ طبعا في. ياه، الرجاله اولاد الحلال كتير قوي اللي بيحبوا ستاتهم ويخافوا على مصلحتهم. طب انت قولي اه كده، قولي اه، وانا اقدم لك الشاب ابن الحلال اللي يستاهلك بصحيح. صعب، صعب قوي، صعب. يا بنتي اسمعي الكلام، ولا صعب ولا حاجه. هو انت هتعيشي كم مره؟ مره واحده. يبقى خلاص اتفقنا. لا ما اتفقناش، اديني فرصه افكر. لا ولا تفكري ولا حاجه، انا اكبر منك وافهم اكتر منك. اسمع اما اقولك بقى، وانا عايز ايه غير مصلحتك؟ انا بقول يعني. لا 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 لا، ولا تقولي ولا 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 تعيدي. انت مش كنت بتسمعي كلام المرحومه ماما؟ طبعا. خلاص، ده انا لو كانت امي قالت لي ارمي نفسك في البحر ما كنتش هتردد ابدا. يا حبيبه قلبي، حاسه بيكي يا ضنايا، حاسه. بقولك ايه، انا عزمك بقى الخميس الجاي عندي. ايه المناسبه؟ وانا ما قلتلكيش؟ لا. عيد ميلاد عطوه ابني، عاملين حفله كده صغيره على الضيق، عائليه يعني. كل سنة طيب. متشكر. لا 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 كده غلط. غلط؟ اه. ليه؟ المفروض ترجعي متر كمان عشان نبان كلنا. اه لا معلش، انا ظبطت المسافة كويس قوي مع فتحة الراس. هي المفروض ان الفتحة تكون 5.6 والسرعة 60. لا يا فندم، كده الصورة تطلع اوفر. لا لا لا، مش هتطلع اوفر، جربيها. ما هي كده الصورة هتطلع بايظة. يا جماعة مش هتطلع بايظة. يا جماعة حلوة قوي المناقشة الظريفة دي، الاتنين مصورين، مدام عزيزة مصورة عظيمة والأستاذ سعيد مصور بارع. متشكرة يا أستاذ عطو، عن إذنكم. إيه اللي بتعمله ده؟ كده تتضايق؟ أنا بقول وجهة نظري، وجهة نظري صح. يا أخي مش مهم وجهة نظرك ومين الصح ومين الغلط، ومش مهم التصوير خالص، اتكلم معاها بطريقة ظريفة. اتفضلي يا مدام عزيزه. متشكره قوي. اهلا وسهلا، انت شرفتينا ونورتينا. ربنا يخليك. انا اسف يا مدام عزيزه. على ايه؟ يعني ان انا عدلت عليك. لا ابدا،
المفروض اني اقبل الملحوظه من اي حد ما دامت صح. وهي صح فعلا بصرف النظر عن مين اللي بيقولها. يعني ايه؟ يعني ما هو ممكن يكون اللي بيقولها ده مبتدئ او هاوي. انا مش مبتدئ ولا هاوي يا مدام. انا المدام قصدها ان الانسان بيفضل يتعلم طول عمره يا سعيد، مش كده يا مدام؟ ايوه بالظبط ده اللي انا كنت اقصده فعلا. الاستاذ سعيد مصور كبير وقعد وبقاله في المهنه دي سنين طويله. انا بقالي اكتر من 20 سنه. لا 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 كده المدام تفتكر انك كبير، هو في الحقيقه بدا من سنه صغير. اه فعلا انا كفحت وشقيت لغايه اما قدرت اعمل استوديو خاص بيا. انت عندك استوديو حقيقي فين؟ في شارع التاج، الشارع اللي جنب الشارع اللي فيه الاستوديو بتاع حضرتك. الحقيقه كان بيشتغل كويس قوي. وبعدين بعدين سعيد ابتدى يصور الحفلات والافراح، مش كده يا سعيد؟ فعلا اصل انا بصراحه زهقت من تصوير الناس المتحنطه كده قدام الكاميرا في الاستوديو. اه انت بقى سعيد اللي كان بيشتغل عندك سلامه اللي جه عندي. اي ده بيشكر فيك قوي، فرصه سعيده. انا اللي اسعد. انا بقى اللي هصوركم بمناسبه التعارف ده. مفيش مانع بس لازم تكون الصوره جماعيه. طب هات بقى اظبط لك الكاميرا على ما تندى عمتي. ماشي. المفروض الفتحه تبقى 5.6 ومسافه مترين على الاقل. غلط. ليه؟ لان دي صوره جماعيه، المفروض المسافه تكون على الاقل 2.5. صح؟ صح. كده نبقى خالصين. يا ريت ابقى اقدر اشوفك تاني. ممكن تكلمني في التليفون في المحل في اي وقت. هي انا ما معيش نمره التليفون. اه صحيح. ده الكارت بتاعي. شكرا. ايوه انا جاي اتصور اهو. يلا يا واد يا عطوة. يا يام يا يام استعدوا اهو يا اخويا مستعدين. يلا تسلم يام اهو. ايوه 1 2 3. يا صباح الفل. ادي كل الصور اللي صورتها مدام عزيزه امبارح، وكل ده عشان خاطر عيونك انت يا جميل. عشان خاطر عيوني ولا عشان المام الهام؟ تجرحني ليه وانا كل جراح؟ بصير يوم انساك وارتاح. مش هتبطل شغل الاونطه بتاعك ده؟ انا قتيل العيون الغزلاني. سلام. وبعدين معاك؟ وبعدين معاك انت بصراحه ربنا بقى كده. انا من اول ما شفتك وانا قلبي مولع نار. عارفه كلام الاغاني ده وحافظاه وما بيأثرش فيا. يا بنت نعيمة صدقيني انا ما بنامش الليل. لازم بتنام الظهر. بعدين معاكي بقى اديني فرصه اقول لك احاسيسي ومشاعري ولازم منه. نتقابل النهارده بعد التشطيب. فين؟ في كازينو على النيل وحوالينا اشجار زي سفوم كده وهي نص ساعه بس. قلتي ايه؟ انا ما بقابلش حد غريب في كازينوهات. انت فاكرني ايه؟ بنت ما انا مش هبقى غريب، هي نص ساعه بس. موافقه؟ افكر. روح شوف شغلك بقى قبل ما تيجي المدام ترصهم لك كالعاده. ترص زي ما هي عايزه مادام انت راضي يا جميل. تعرفي ايه اجمل حاجه في الدنيا يا عزيزه؟ ايه يا سعيد؟ انك تصوري في الحركه. انا مره عملت صوره لعيب كوره لحظه ما بيجيب الجون، كانت صوره ظريفه جدا. تعرفي تعملي صوره زيها؟ اه طبعا اعرف، دي حاجه بسيطه قوي. لا ابدا بسيطه ازاي؟ ده عايزه سرعه بديهه وقوه تركيز وانتباه وانت مش ملاحظ حاجه يا سعيد؟ ايه؟ احنا بقالنا اكتر من ساعه ما بنتكلمش غير في التصوير وبس. اه فعلا معاك حق. طب ما تزعليش. نغير الموضوع. عارفه ايه اجمل حاجه في الدنيا عزيزه؟ ايه يا سعيد؟ ان احنا بنتكلم لغه واحده. اه عن العدسه والشاسيه وسرعه الكاميرا. بالظبط عشان كده انا من اول بوز قصدي من اول نظره اتعلقت بيكي. هو ده السبب بس؟ لا طبعا حسيت كمان انك بتفهمي في الطبع والتحميض بس. لا وحسيت كمان انك خبيره في الرطوش. متشكره قوي. انت زعلت ليه؟ معلش اعذريني انا قصدي راجل عملي طول عمري بصراحه وبلاقي نفسي في شغلي عشان كده ما بعرفش اتكلم كلام مزوق. مش مهم الكلام يا سعيد، المهم الاحساس. معاك حق وانا احساسي ناحيتك احساس كبير قوي.
اكبر من حساسيه ورق التصوير نفسه. لا دي ظريفه على فكره. انا ممكن اقول كلام حلو كتير. اتفضلي بقى حضرتك. اتفضلي. عزيزه. نعم. تقبلي تتجوزيني؟ انت بتتلفتي حواليك ليه؟ حد شوف، اصل دي اول مره اخرج فيها مع حد. اقصى عليك، وانا حد برضه؟ لا انت سلام. طلعها من بقك زي العسل يا حلو. انت حلو، كلامك حلو. ده انت اللي عسل يا عسل يا شهد مكرر. انت سلام، ما تكسفنيش بقى. ماشي اللي يكسفك. بقولك ايه يا نعيمة، انت كنت فين من زمان؟ نروح بقى. ايه نروح ايه، احنا لسه اتكلمنا مع بعض، عايزين نتمشى وعندي كلام كتير قوي عايز اقوله لك. قول، عشان دي اول مره واخر مره هخرج معاك فيها. ليه بقى، وانا زعلتك في حاجه؟ لا بس ما يصحش، احنا زملاء في الاستوديو مش اكتر. وليه ما يبقاش اكتر؟ قصدك ايه؟ مش فاهم. نعيمة انا بحبك. على طول كده احنا لحقنا نعرف بقى. حب من اول نظر، من اول بسم. طب واخرة الحب ده ايه؟ اخرة الحب ده ايه؟ من الحب ملوش اخر، هفضل احبك طول العمر. اقول لك اخرة الحب ده ايه؟ تقول لي ملوش اخر؟ انت لعبة وعاوز تتسلى. الله 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 الله، والله العظيم انت فهمتني غلط. غرضي شريف والله العظيم. مصدقك يا سلام. معقولة؟ ابيع المحل بتاعي اللي كافحت سنين طويلة عشان اشتريه؟ مش احسن ما تقفله يا سعيد؟ ومين قالك ان انا هقفله يا عزيز؟ يعني المفروض ان احنا بعد ما نتجوز نشتغل سوا في محل واحد. خلاص بيع انت المحل بتاعك. انا طبعا ما كانش هيبقى عندي اي مانع لو مستوى المحل بتاعك احسن من مستوى المحل بتاعي. المسألة مش مسألة مستويات يا مدام، المسألة مسألة حرفنة. ياما ناس عندهم اجهزة بالشيء الفلاني وما بيعرفوش يستعملوه. الاجهزة جزء من الحرفنة يا سعيد، ايه فايدة ان يبقى عندك حرفنة وما عندكش اجهزة؟ بس انا مش هبيع محل. وانا مش هبيع محل. خلاص خلاصين، ولا تزعلوا من بعض ولا حاجة. اتفضلوا الشاي، انا لقيت لكم الحل. ايه هو؟ اقول لك، طبعا سعيد خايف يبيع محله يقعد من غير شغل بعد كده، واذا اشتغل في محل عزيزة يبقى زي اي واحد بيشتغل عند مراته. صح يا عمتي، مش كده؟ انا بقول بقى يا حبيبي ايه، انت تبيع محلك. صح يا عمتي. ايوه، وتشتري كده شويه اجهزه من الحديثه المتطوره الحلوه دي وتحطهم في محل عزيزه، وتحطوا ايديكوا في ايدين بعض وتشتغلوا سوا. ساعتها سعيد برضه يحس ان هو بيشتغل في ملكه برضه. في الحاله دي انا ما عنديش مانع، بس في حاجه في المحل مش هقدر ابيعها. ايه هي؟ اول كاميرا اشتريتها في حياتي. الكاميرا دي انا اشتريتها من عرق جبيني وغاليه عندي قوي، عشان كده عايز احتفظ بيها للذكرى. وماله، زي ما تحب يا سعيد. يا اختي على طعامتك، يا الف نهار ابيض، الف مبروك. ايوه تعالوا كده بقى شويه. ايوه كده مظبوط كده. استنى سلام، هات اللمبه دي كده شويه. اللمبه دي، اللمبه دي. كده فين يا غبي؟ ورا شويه، ورا شويه. ايوه كده كده. اطلع بيها بقى فوق شويه. لا لا لا، هي كده مظبوط. لا مش مظبوطه كده، تعمل ظل على شعري وعلى الفستان. لا مش هتعمل ظل. هتعمل يا سعيد. مش هتعمل ظل يا عزيزه. الله يا سعيد، انا بقول هتعمل ظل. يا جماعه يا جماعه، مش كده. حط اللمبه بينها في الوسط يعني. هنا هنا فين يا غبي؟ ارجع ورا شويه. اهو هو هنا، ورا هنا. ايوه بس بس. ايوه اضحكوا بقى بصوت عالي. جاهزين يا ريس؟ ابعد ابعد ابعد، مش ناقصه اللي انت كمان تصورنا. يا استاذ ما تسيبنا شارككم فرحتكم. شاركنا باي طريقه تانية، بس انا اللي هصور الصوره دي. اول مره اشوف واحد يصور نفسه صوره الفرح. صوره العمر. وقف مكان على مظبوط الصوره. ايوه صور يا استاذ. صور طبعا. ايوه ابعد شويه هتبوظ الفستان. طيب ايوه ها مظبوط كده. ايه ده؟ ولا سلام، ابعد انا، ابعد شويه كده، ابعد. لا 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 يا سعيد، ارفع الكاميرا كده مش مظبوط خالص. مظبوط. اسمع بقى، ما اقولك روح انت على جنب سلامة وانا هظبط الكاميرا. اتفضل. سيب حته فوق شويه. اسكت انت، مش ناقصه انت كمان تقف جنبي. امشي يلا، امشي يلا. تعال تعال يا عزيزه. استنى يا سعيد، انا اللي هظبطها بقى، هظبطها هصورها بالسيلفي تايمر. وقفي هنا بس، انا هظبطها كده.
قبل ما اجي اقابل ابوكي في حاجات مهمه قوي لازم تعرفيها. قول. هو صحيح يعني انا دلوقتي الشخص الثاني في الاستوديو وقريب قوي هبقى الشخص الاولاني، بس انا لسه بكون نفسي. ومال انا جنبك. بس معنى كده ان انا هقعد اكون نفسي كتير؟ مش مهم اقعد. طيب بس معنى كده ان مش هدفع مهر ولا هجيب شبكة. انت مهري وشبكتي. الفرح هنعمله فوق سطوح بيتكم. انت فرحي وعناية. شهر العسل هيبقى يومين ثلاثة كده على شط النيل، وناكل ترمس وفول سوداني، وهيبقى بقنا فستق وعين جمل. مفيش اجمل من كده. بس انا عندي شقة. حقيقي هايل. هي مش شقة يعني. امال ايه؟ هي اوضة فوق سطوح عمارة قايلة للسقوط. عيش العصفورة يقضينا. بس مفيهاش مية. هنشرب من القل. انت عظيمة ولا فيها نور. انت هتنور لي حياتي. ده انت ضحية بقى. بتقول ايه؟ لا لا انت هايلة. هايلة بيك يا حبيبي. الساعة كام؟ الساعة بقت 8. يلا اتأخرنا على شغلنا. ياه معقولة شهر العسل خلص بالسرعة دي؟ ما خلينا النهاردة كمان. بلاش دلع، قوم يلا اتأخرنا. يلا الفطار جاهز. الله، أمال فين القهوة؟ احنا اتفقنا العصير الأول وبعدين القهوة بعد الفطار. حاضر يا ستي، تحت أمرك. ده مش أمري يا حبيبي، أنا بقول كده أحسن عشان صحتك. سعيد، أنا كنت عايزة أقول لك حاجة. خير؟ بقول أنت بعت المحل وصرفت كل الفلوس على الفرح وشهر العسل، وكان المفروض إن احنا نعمل تجديدات في المحل ونطوره. ها وبعدين؟ بقول
يعني لو أشاركك في مصاريف الفرح أو نصهم على الأقل، وبكده نقدر نشتري حاجات جديدة في المحل. لو سمحتي، الفرح ده مسؤوليتي أنا، وإذا كان يا ستي على التجديدات اللي قلتلك هعملها في محلك هعملها إن شاء الله. إزاي تقول محلي ومحلك؟ المفروض تقول محلنا. حاضر، كمان أنا عايزك تسمعي كلامي. أشر وأنا نفذ. أولا أنا اللي هصور. ليه بقى؟ يعني إيه ليه؟ وليه أنا ما صورش؟ كده؟ مفيش حاجة اسمها كده يا سعيد، المفروض تتعود تقول الأسباب، ولازم تكون الأسباب مقنعة. أولا المفروض أنت تستريحي وأنا اللي أشتغل. هيدا يا سعيد، أنت عارف كويس قوي شغلي بالنسبة لي إيه؟ أنا لو بعدت عن شغلي أبقى عاملة زي السمكة اللي بتخرج من المية. خلاص، اشرفي على المحل وتسلي باستقبال الزباين. إيه ده يا سعيد؟ دي شغلانة السكرتيرة، أنت عايزني أبقى سكرتيرة في محلي؟ ما قلنا اسمه محلنا. خلاص، احنا نشترك سوا في الشغل، انا اصور وانت تشرف على المحل وتتسلى باستقبال الزباين. انت بتقولي ايه؟ انا اعمل كده؟ وش معنى انا اللي اعمل كده؟ العزيزة احنا هنختلف من دلوقتي. انت اللي عايز تختلف يا سعيد. انت بصراحة بقى اللي مصلبة دماغك. طيب خلاص، انا عندي اقتراح، انا صور صورة وانت تصور صورة. موافق؟ صباح الخير. صباح النور يا مدام، الف الف مبروك. متشكره قوي يا نعيم. في زباين؟ في اثنين. طب خلي اول زبون يتفضل. يا اهلا يا اهلا يا استاذ، الف الف مبروك وعقبال بكاري. الله يخليك، عقبال عندك يا سلامه. قريب يا استاذ، قريب قوي ان شاء الله، مرضوضالك. اتفضل يا استاذ، الاستوديو جاهز. كله جاهز؟ كله جاهز يا فندم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين اللي هتصورني؟ الله، انت هنا؟ انت ورايا ورايا؟ لا 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 لا، اطمن يا استاذ. ما هو ده الراجل اللي انا بوظت الصورة بتاعته. فالح فالح حبيبي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. مين اللي هيصورني؟ انا. اسف، انا عايز مدام عزيزة، هي اللي فهماني، صورتني جوه قلب وجوه وردة، انما ايه الصور اللي هي المرة دي انا عايز اتصور جوه جنينة. حاضر يا استاذ، هصورك جوه جنينة. اسف، انا ما ثقش غير في مدام عزيزة. مدام عزيزة مش فاضية. اتفضل يا استاذ. مش متفضل، انا اللي اقول مين اللي صورني. لا مش انت اللي تقول، مش من حقك. لا من حقي فعلا، الزبون دائما على حق. انت مالك انت؟ اخرس يعني، روح على معملك يلا. اتفضل يا استاذ. مش متفضل، يا اما مدام عزيزة يا اما لا، والف لا. خلاص الف لا، مع الف سلامة. انتوا خسرانين. سلام. مع السلامة. ايه ده؟ انتم الخسرانين، مش انتم بس، السينما العربية كمان. مش السينما العربية بس، السينما العالمية كمان. استاذ زكي. مدام عزيزة. في ايه؟ ايه اللي بيحصل في الاستوديو بتاعك ده؟ حصل ايه خير؟ انا اطلبك تصوريني واحد مغمور ناكرة زي ده يقول لي مش من حقك؟ انا مغمور؟ انا ناكرة؟ يعني ايه مغمور وناكرة؟ ده وقت سؤال، امشي على المعمل بتاعك، امشي. فين جدا يا استاذ زكي. انت كمان بتعتذري له؟ سعيد ارجوك مش كده. اتفضل يا استاذ زكي، انا هصور حضرتك. وانا وافقت. اتفضل يا فندم. لا اتفضلي، ليديز فيرست. ماشي. نكرة. المره دي انا عايز اتصور جوه جنينه. لازم حضرتك هتبعت الصوره لمجله الزهور. فعلا، اصلهم طالبين وجوه جديده. ان شاء الله ربنا هيوفقك يا استاذ زكي وتبقى مكسب للسينما المصريه. مش السينما المصريه يا مدام، السينما الامريكيه. في مخرج امريكاني جاي يصور في الصحراء الغربيه وطالب شاب مصري يقوم بالبطوله. انا هتعب في الصحراء، لكن مش مهم، المهم المجد طبعا. هايل، ورحله الالف ميل تبدا بخطوه. هايل هايل، انت هايله جدا، ذكاء مفرط وجمال ولطافه. انت بتقول يا بن عندي؟ وانت مالك؟ انا مالي يعني ايه؟ انا جوزها. مش مهم. ايه اللي مش مهم؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ انا مجنون سعيد. يا نكره. انا نكره؟ طب تعالى بقى سعيد، مش كده نكره؟ ما انت سامع بيقول ايه؟ انا اقول اللي انا عايزه. انا نجم، انت كومبارس. انا كومبارس؟ طب ثانيه واحده سعيد، ارجوك. ده فاكر نفسه طويل. ده سعيد، ده مش قدك يا سعيد، مش كده، حرام عليك. سامع بيقول ايه يا سعيد؟ مش كده، ارجوك اطلع بره. ايه؟ استنى بس يا استاذ. يا سعيد اطلع بره، ما تضايقش المدام. اخرس انت، اخرس انت، روح على المعمل بتاعك، امشي.
سامع يا عزيزه؟ سعيد من فضلك اطلع بره. عزيزه سعيد وبعدين؟ طيب طيب يا عزيزه انا حسابي مش معاكي دلوقتي، حسابي بعدين. اوكي اتفضل. طب يا كومبارس نكره. احنا اسفين يا استاذ زكي، ارجوك اتفضل ارتاح ريلاكس. طبعا لازم اكون ريلاكس، امال لما امثل في الصحراء الغربيه هيبقى شكلي ايه؟ ريلاكس ابتسم يا استاذ زكي. واحد اتنين تلاته. ممكن افهم ايه اللي انت عملته ده؟ اللي انا عملته ولا اللي انت عملتيه؟ حضرتك تقولي له قدام الزبون وقدام سلامه، اتفضل انت. الراجل اصر اني انا اللي اصوره، حضرتك رفضت زعل، كنت اعمل ايه؟ كان لازم اطيب خاطره واعتذر له وطلعت اصوره، ايه اللي يخليك انت تتدخل وتتخانق وياه؟ يا سلام، عايزاني اشوفه يغازلك واقول له متشكرين اظن. ما كانتش مغازله، كانت مجرد مجامله. مجامله؟ يقول لك ذكاء وجمال ولطافه وتقولي لي مجامله؟ بيفهم. يا سعيد يا حبيبي، احنا لو خدنا الامور بالحساسيه دي وحسبنا كل زبون على كلامه وتصرفاته احسن لنا نقفل الاستوديو. لا مش هنقفله يا هاني، بس من هنا ورايح انت مالكيش دعوه بالتصوير. احنا هنرجع نتناقش في الموضوع ده تاني. اسمع يا سعيد، شيل الحكايه دي من دماغك، انا مش هبطل تصوير. تحدي هو ولا ايه؟ اعتبرها زي ما تعتبرها، وبعد النهارده انا مش عايزه اي مشاكل مع الزباين، مفهوم؟ نعيمة نعيمة شت شت الله 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 شت. بقولك ايه، انا بحبش الالوان دي من اولها. اه نتفق قبل ما نتجوز. معلش بكرة هتندم يا نعناع. بسم لسه زعلان؟ طب السندوتشات دي انا عملتها لك بايدي. اتفضل اتفضل. شكر. هتفكها بقى؟ ايوه نعيم. لا مؤاخذه يا مدام، في حاجه؟ بعد اذنك انا عاوزه حساب ال 15 يوم اللي فاتوا من الشهر. ليه؟ اصلي مضطره اسيب الشغل ودي استقالتي. كده من غير سبب؟ اصلي هتجوز. اه طب ومال ما تتجوزي وانت بتشتغلي؟ اصلي خطيبي مشترط عليا اقعد في البيت، اصله حمل شويه. اه وهتتجوزي امتى؟ بكره. انت مش كنت تدينا خبر عشان نعمل حسابنا؟ اصلها جت فجأة، انا ليه 40 جنيه. انت مش استني يا بنتي لما ناكل؟ اصلي مستعجلة شوية. ليك كام قلتي؟ 40 جنيه. اتفضلي. اشوف وشكم بخير. مع السلامة يا نعيمة. نعيمة انت لسه زعلانة؟ عن اذنك. ايه بس راحة فين؟ مروحة. اشمعنى يعني النهاردة اللي مروحة؟ ظروف. ظروف ايه؟ اقعدي بس، انا جايب شوية اكل انما في التمام، جايب شوية فول وفحلين بصل وقرصين طعمية كده وباكو عجة، هتاكلي دراعاتك وراها. كله انت عن اذنك. استني بس، ايه في ايه؟ انا كاتبة لك كل حاجة في الورقة دي عن اذنك. سلامة سليم الونش، الجواز اسمه ونصيب، وأنا نصيبي مش معاك. كل واحد لازم يدور على مصلحته، وأنا مصلحتي مش معاك. وقعت على عريس عنده شقة مش أوضة فوق السطوح، وهيدفع مهر وشبكة ومؤخر صداق، سنه كبير لكن قلبه لسه شباب، والفلوس على قلب روزة مؤلفات. الوداع نعيمة. مسكين سلامة، صدم صدمة كبيرة قوي. ما هي الأخرى نعيمة دي إنسانة غريبة جدا، توعده بالجواز بعدين تخلى بيه فجأة كده. بنت مادية، صدقت لقت عريس متريش باعت سلامة. دي أخلاق غريبة. للأسف الفلوس طغت على العواطف في الزمن ده. نهايته هنعمل ايه بقى؟ نعمل اعلان نطلب فيه سكرتيره جديده؟ لا
انا بفكر ان سلامة ياخد مكانها ونزود له الفلوس شويه وبكده نبقى رفعنا من روح المعنويه. طب ما احنا في الحاله دي برضه هنبقى محتاجين واحد للمعمل. ليه بقى؟ ما احنا نوفر اجره احسن. يعني ايه؟ قصدك ان احنا نصور وما نحمطش ولا نطبع؟ لا طبعا، معقوله دي؟ طب ازاي؟ قصدك سلامه يشتغل سكرتير ومعملجي؟ ايه ده يا سعيد اللي انت بتقوله ده؟ اكيد لا، سلامه مش ممكن يجمع بين الشغلتين. انت اللي هتقف في المعمل. انا؟ جرى ايه سعيد؟ انت سامعك تقل ولا ايه؟ انت اللي ظاهر عليكي مش طبيعيه. ليه بقى؟ ودي فيها ايه؟ فيها كتير يا مدام، انا اسف، اسف جدا. ايه ده يا سعيد؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نتعاون؟ هو ده التعاون في نظرك؟ عايزه تشغليني في المعمل؟ انت فاكراني ايه؟ ايه اللي فاكراك ايه دي؟ جوزي حبيبي استاذ سعيد المصور الكبير وخبير المعمل اللي ما حصلش. قصدك الصبي بتاع سيادتك؟ ولا صبي ولا حاجه يا حبيبي. كل ما في الامر ان انا عايزك انت تبقى في اختصاص وانا في اختصاص. يعني عاجبك المشاكل اللي انت بتعملها لي في التصوير دي مع الزباين؟ خلاص وقف انت في المعمل. انا ما بعرفش اطبع وحمد. اتعلمي. وليه؟ ما انت متعلم جاهز اهو. ما تحاوليش، انا مش موافق. سعيد ما تحجرش دماغك. انت اللي ما تصلبيش رايك. انا بقول الصح والصح هو اللي لازم يمشي. يعني ايه؟ هو تحدي ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره، من بكره تستلم المعمل. مش مستلم. مش مستلم يعني مش مستلم، اما اشوف بقى هيحصل ايه. اي خدمه يا استاذ؟ لا متشكر. وبعدين انت لزق لي ليه من ساعه ما دخلت المعمل؟ سايب شغلك وجاي واقف ورايا ليه؟ لا ما هو انا اصلي لقيت مفيش زباين دلوقتي قلت اجي اساعدك شويه. لا متشكر، انا بسلي وقت بس، ده مش معناها ان انا هشتغل في المعمل. اه طبعا هو ده مقامك يا استاذ. كفايه كده بقى، طلعها حطها في المثبت. مالكش دعوه انت لسه شويه. شويه اهي غمقت اهي. بقول لك ايه؟ انت مالك انت؟ قلت لك مالكش دعوه. ليه ماليش دعوه؟ خلاص الصوره دي باظت. اطبع كارت تاني. يلا وما تزودش عن 3 دقايق. انت نسيت نفسك سلامة؟ انت بتوجهني يالا. يا استاذ اسألوا اهل العلم. ما تاخذنيش يعني انت في التصوير 100%، انما في المعمل يعني لسه تزوج. بعدين طب امشي اطلع برا. اطلع برا. اطلع برا. يا استاذ هدي خلقك. ما هي الصور دي في وشك برضو يا استاذ سعيد. وبعدين معاك سلامة ما تجننيش، اطلع برا قلتلك. يلا. هطلع برا. هنا. كده يا غالي فتحت الباب دخلت النور بوظت الصور. يا مرحبا يا مرحبا، عريس وعروسة عندنا. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. نورت. ازيك يا سلامة؟ عايزين صورة بالطول، انما البوز اللي هو وبين الفستان كله وورانا بوكيهات ورد. انت جايبانا عند مصور اخرس ولا ايه؟ سيبك مني، المدام هنا. يلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا يا نعيمة، الف مبروك. الله يبارك فيك. في كرسي من فضلك؟ اه طبعا يا فندم موجود، اتفضل. نعيمة الصورة زي ما اتفقنا. يا نعيمة من عناية يا روح. اتفضل يا فندم. واحد اتنين تلاتة. مبروك. ممكن افهم انت ايه حكايتك بالظبط؟ حكايه ايه؟ في التصوير عامل لي مشاكل، في المعمل بتبوظ الصور، انت مصر تخسرنا؟ انت اللي مصر تهزقيني وتقلي قيمتي. ما حصلش، جالك منين الاحساس ده؟ يا سلام، انت عامله مش واخده بالك ولا ايه؟ تقدري تقولي لي بقى موقفك ايه لما الصبي بتاعك يشوفك بتشتغلي نفس الشغلانه اللي هو كان بيشتغلها؟ يا سعيد بطل الحساسيه دي، لازم تفهم ان احنا كلنا بنشتغل وبنتعاون سوا لمصلحتنا ومصلحه الاستوديو. قصدك لمصلحتك انت يا هانم؟ انا واحد زي سلامه يشمت فيا ويتريق عليا؟ وليه تسمح له يتريق عليك؟ ليه ما تكونش حازم معاه؟ كنت حازم معاه وطردته من المعمل. برافو، طردته من المعمل، فتح الباب دخل النور بوظ الصور، ولا اي مبتدئ يعمل كده. ما خدتش بالي، كنت منفعل. ما انت هتنفعل كل يوم، وكل يوم هتعمل لك عامله. اسمعي يا عزيزه، انا سبق وقلت لك شغلانه المعمل دي انا ماليش دعوه بيها، ومن هنا ورايح انا مش هدخل المعمل، فاهمه؟ كرامتي ما تسمحليش.
اهي كرامتك دي بقى اللي وجعاك هي سبب كل المشاكل. قصدك تسلطك وعندك انت هو سبب كل المشاكل. انا مش متسلطه، انا بعمل اللي انا شايفاه صح. الصح بقى ان انا الراجل وكلمتي لازم تمشي. الحكايه مش حكايه راجل وست، المفروض يبقى فيه تفاهم. التفاهم من وجهه نظرك انك انت تصدري قرارات وانا انفذ، لكن من هنا ورايح ده مش هيحصل ابدا. يعني ايه؟ يعني من بكره سلامه هو اللي هيمسك المعمل. انا موافقه، ما عنديش اي مانع، وانت هتمسك محله عن اذنك. عزيزه في ايه يا سعيد؟ مش عايز لف ودوران، انا قلت انا اللي هصور وانت هتمسكي مكان سلامه. ما شاء الله، انت سخن ولا بتحلم؟ اللي بقوله هو اللي هيتم، مش عاجبك تقعدي في البيت. انا اقعد في البيت؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي ان المحل ده محلي، وانا اللي اقول الشغل يتم فيه ازاي. محلك؟ دي كلمه تقوليها عزيزه؟ انت اللي اضطرتني اقول كده. محلك مش محلك، كلامي انا هو اللي هيمشي. متاسفه، كلامي انا اللي هيمشي. يبقى انت مش ناوي على خير. عموما انا لا يمكن اقعد مع واحده تؤمر وانا انفذ، عن اذنك يا صاحبه المحل. سعيد اقل ونقعد مع بعض نتفاهم. نتفاهم على ايه يا هاني؟ ما كل حاجه بانت خلاص. يا سعيد انت فهمت غلط، استنى بس نتفاهم مع بعض. انا انت ايه؟ انت صاحبة المحل عن اذنك. سعيد يا سعيد. اهلا اهلا بالكائن المتزوج السعيد المدعو سعيد. يا حبيبي التاري اخويا على كيفك، هطقم السعاده. ايه اللي انت عملته فيا ده؟ عملت ايه؟ خليتني شربت اكبر مقلب في حياتي. طب اقعد اقعد اهدى كده وقول لي ايه اللي حصل. مش هقعد ولا ههدى، انا مش ممكن اعيش معاها دقيقه واحده بعد النهارده. انا هطلقها يعني هطلقها. ايه؟ ليه يا ابني؟ افز الشيطان حرام عليك. ده انتوا متجوزين ما بقالكوش كام شهر؟ ثلاث اشهر معيشاني في جحيم، مفيش زوج في الدنيا يستعمل كده ابدا. طب ممكن تروق وتقعد وتقول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ هات لنا حاجه ساقعه يا ام. عينيا يا ابني حاضر. اقعد. تحكم وإمارة وتسلط، دي إنسانة مش قادرة تتصور أبدا إنها الست وإن أنا الراجل. عملت إيه بالظبط؟ احكيلي. بتتصرف معايا على إن أنا بشتغل عندها، مش جوزها وليا حقوق عليها. تصور أنا سعيد فوكس على سن ورمح، الهانم تعرض عليا إن أنا ما صورش واشتغل مع ملجي. طب أنتوا كنتوا متفقين على إيه قبل الجواز؟ كنا متفقين على التفاهم وتقسيم الشغل بينا، لكن بالتدريج لغت الاتفاق ده وبدأت تفرض شروطها عليا. حطيتني في مواقف محرجه وضيعت كرامتي. اتفضل يا ابني. شكرا يا عمتي. هي كمان ملهاش حق، ايه اللي هتستفيده من كده؟ دي الواحده ما بتصدق تلاقي راجل تسند عليه وتفخر بيه. يظهر مش كل الستات يا عمتي. الهانم عايزه تلغيني، عايزه انا ابقى تابع ليها لمجرد ان المحل باسمها. لكن انا اللي غلطان، انا اللي غلطان اللي اديتها رقبتي. بس ولو كرامتي فوق كل اعتبار، حسيبها حتى لو خسرت كل حاجة. طول بالك يا سعيد، طول بالك. أنا مش عايزك تاخد أي قرار وأنت منفعل. أنا من يوم ما اتجوزتها وأنا منفعل. أنا قبل كده طول عمري وأنا هادي وأعصابي في تلاجة. على العموم في أول الجواز لازم تحصل مشاكل بين اتنين متجوزين، خصوصا أول سنة، لأن الطباع والعادات تبقى مختلفة. لازم تعدي فترة كفاية يا سعيد وكل واحد يفهم التاني. حاولت أتفاهم معاها بكل الطرق لكن مفيش فايدة. اللي في دماغها في دماغها، طلباتها أوامر وأوامرها قرارات لازم تنفذ. أنا مش ممكن أستحمل العيشة بالشكل ده أبدا. طيب ممكن تدينا وتديها وتدي نفسك فرصة وتسمح لنا بالتدخل؟ هتتدخلوا تعملوا إيه؟ هتقدروا تغيروا تفكيرها؟ هتقولوا لها بلاش تبقي إنسانة متسلطة؟ دي حاجة في دمها. بلاش الأحكام القاطعة دي يا سعيد، وإحنا هنحاول نبذل جهدنا وإن شاء الله ربنا يوفقنا. وأنا من رأيي ياما أنت اللي تكلميها بقى. من عينيا يا ابني، وأنا عايزة أغير سعادتهم. وانت تتفضل دلوقتي من غير مطرود وترجع البيت، وتحاول ما تحتكش بيها خالص لغايه ماما ما تقعد معاها. لا انا هرجع اعيش في البنسيون تاني. هو انت تقدر على مصاريف البنسيون؟ ايوه يا سيدي، انت مين زيك؟ وارد شقه حلوه هو عايش في نعيم، لكن ان شاء الله ربنا هيرزقها. اي مصور كبير يتمنى ان انا اشتغل معاه. وليه؟ انا مش هشتغل عند حد. مش اصول يا سعيد، احنا عايزين نحل المشكله مش نوسع الخلاف. آسف، مش هقدر أعيش معاها إلا إذا اتغيرت وتعاملت معاها بطريقة تانية. على عموم يا ابني أنا هروح لها بكرة بإذن الله واتكلم معاها، ومش هرجع إلا ما انهي الموضوع على خير بمشيئة الله. أهلاً
سلامة. خير استاذ؟ اقفل الاستوديو واعتذر للزباين. ليه كفل الشر؟ تعبانة شوية. لا ألف سلامة، أجيب لي ساعتك دكتور. لا شوف لي تاكسي من فضلك، أنا هروح للدكتور بنفسي. طب أبلغ الأستاذ سعيد الأول، هو في البيت؟ لا مفيش داعي، شوف لي تاكسي أرجوك بسرعة. ثانية واحدة، حالا هجيب التاكسي. أهلاً 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 أهلاً. ازيك يا سعيد؟ ازيك يا عزيز؟ فينك يا راجل؟ فينك من زمان؟ اديني عايش في الدنيا. بقول لك ايه يا عزيز؟ ايوه. ممكن تديني الاوضه اللي كنت ساكن فيها عندك هنا؟ لا اسف، ما كانش نعز يا حبيبي. الاوضه بتاعتك انت سبتها من هنا، نزل فيها بيه كبير قوي من اسكندريه، بيجي من هناك يقضي شغله لمده يوم واحد في الاسبوع ويحجزها باقي الشهر على حسابه. طب مفيش اي اوضه غيرها؟ اسف يا سعيد، مفيش اي اوضه تنفعك. انت عارف الاسعار الايام دي ارتفعت والبنسيون هنا ما ينفعكش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. بقول لك يا سعيد. ايوه. انت الصراحة صعبان عليا. في أوضة فوق السطوح تسكن فيها؟ أوي أوي، مفيش مانع. بس الدفع مقدما. صورة يا مدموزيل؟ صورة يا أستاذ؟ لا ميرسي. صورة يا أنسة؟ صورة حضرتك؟ دي أجمل صورة هتصوريها في حياتك. أنا سعيد فوكس، أشهر مصور في الشرق الأوسط. هعمل لحضرتك صورة مع النيل جميلة جدا. اتفضلي حضرتك. إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله للأنسة؟ يا شاب يا فندم، تعاكس بنات الناس؟ أنت فاكر بنات لعبة ولا إيه؟ يا فندم أنا مش بعاكس، ده أنا مصور محترف ودي شغلتي لا مؤاخذة. لو زودتها تاني أنا هطلب لك الشرطة. لا وعلى ايه؟ مفهوم؟ حاضر، مفيش داعي للشرطة.
يا عمتي، اتفضلي. اهلا بيكي يا بنتي. ايه مالك، تعبانه ولا ايه؟ لا ابدا، ده شويه تعب بسيط كده. اتفضلي يا عمتي، قهوتك ايه؟ لا 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 لا، اقعدي استريحي. هو انا غريبه؟ انا اصلي كنت جاي اتكلم معاكي في موضوع كده، لكن يظهر الوقت مش مناسب. لا ازاي بقى مش مناسب؟ معقولة يا عمتي تقولي الكلام ده؟ اتفضلي حضرتك. يا بنتي انت تعبانة، نبقى نتكلم وقت تاني. ده التعب بسيط. اتفضلي اتفضلي اتكلمي يا عمتي. انت مزعلة سعيد ليه؟ انا ما زعلتوش، هو اللي حساس قوي ودايما يثور وينفعل. هو حكالكم؟ ايوه يا بنتي، وصعبان عليه قوي منك. هو برضو اللي صعبان عليه مني، ساب البيت من امبارح وما رجعش. طب مش كان واجب برضو تيجي تسألي عليه؟ انا اللي اسال عليه يا عمتي؟ ده مشي وساب البيت وهو بايع. سعيد بيحبك وعمره ما يبيع، بس انت اللي غلطت في حقه. انا ما غلطتش يا عمتي، سعيد هو اللي غلط. يا بنتي انا مش جايه احقق مين اللي غلط ومين اللي ما غلطش، ده جوزك وانت مالكيش غيره، والمفروض تكونوا ستر وغطى على بعض. ده كان عشان وعشاننا كلنا. شوفي يا عزيزة، مفيش حاجة تضايق الراجل وتحسسه انه مجروح ومنهان الا من سيطرة الست عليه. انا ما سيطرتش عليه يا عمتي، كل الحكاية ان انا كنت مهتمة بمصلحة المحل. يا بنتي الكلام ده قبل ما تتجوزه، لكن بعد ما اتجوزتيه خلاص لازم تفهمي ان ده راجلك اللي خاف عليكي وعلى المحل. انا اديت له الفرصة، لكن هو اللي بيغلط. ما هو انت يا بنتي خلتيه يغلط، لان امرتيه بحاجات يعملها هو ما كانش راضي عنها. وما تنسيش ان ده كان صاحب محل، يعني هو الامر الناهي فيه. كون يضحي بالمحل عشان يتجوزك ويقف معاك يساعدك، كان لازم تحسسيه بكيانه وتشعريه ان الكلمه كلمته. مهما كان يا بنتي الست بتبقى ورا رجالها مش قدامه. يعني انت عايزاني اعمل ايه يا عمتي؟ تديله سلطته، تحسسيه بكيانه، تحسسيه ان هو الراجل وتسيبيه يدير المحل يشتغل ويتعب عشانك وعشان بيتك. كل ست عاقله لازم تعمل كده، وانا اعرف ان انت عاقله يا عزيزه. امرك يا عمتي، كل اللي هتقولي عليه انا هعمله. حقيقي يا بنتي؟ حقيقي. انا قررت اني اسيب شغل الاستوديو واقعد في البيت. وليه تقعدي في البيت؟ سعيد ما طلبش كده. من غير ما يطلب، الوضع النهارده اختلف عن امبارح. ازاي يا بنتي؟ يعني انا كنت عند الدكتور امبارح وقال لي ان المغص اللي عندي ده مغص مش طبيعي. ازاي يا بنتي؟ هو في مغص طبيعي ومغص مش طبيعي؟ ايوه يا عمتي، اصل انا حامل. حقيقي يا عزيزه؟ الف مبروك يا بنتي. عشان كده انا قررت اتفرغ لرعاية ابني واسيب سعيد يتفرغ للاستوديو. عين العقل يا عزيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ سعيد من فضلك. سعيد؟ سعيد مين يا فندم؟ سعيد المصوراتي اللي كان ساكن عندكم من زمان ورجع لكم تاني. سعيد فوكس. ايوه. ده واخد اوضه فوق السطوح يا فندم. كده اهو. ايوه. طيب. يا استاذ مش من هنا، من الباب اللي على الشارع. من هنا هو؟ ايوه. شكرا. مع السلامه يا فندم. سعيد، 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 مين؟ مين اللي بينادي؟ سعيد، ايه ده؟ انت بتعمل ايه عندك؟ عطوة، بربي فراخ، اما لقيت الحالة لطشت معايا قلت اربي شوية فراخ ينفعوني في وقت الزنقة. اعمل ايه؟ ما انا بقيت دلوقتي لا شغل ولا مشغله، حتى الكاميرا اللي كنت معتز بيها ضاعت. طيب طيب ما تقطعش يا قلبي، اتفضل معايا. على فين؟
لمراتك. لا يا حبيبي انا مش هروح هناك، كرامتي ما تسمحليش. يا راجل اجري كده، مراتك خلاص وافقت تقعد في البيت وتسيب لك المحل وتشغل فيه براحتك. السلام، وايه سر التغيير المفاجئ ده؟ عزيزه حامل. عزيزه حامل؟ طبعا هتبقى ابدا سعيد. عزيزه يا مدام، نورت الاستوديو. لا الاستوديو ايه، الاستوديو قليل، نورت الحتة كلها، نورت العاصمة كلها. يا اهلا بيك، اللي جنبك يخلي لك. ميرسي. الاستاذ سعيد جوه؟ جوه. ثانية واحدة بس، عنده زبون. ايوه وشك فوق شوية. ايوه تمام، ثانية واحدة. تمام ايوه هنا هنا اهو. شكرا. ايوه ابتسامه بقى. ميرسي. جاهز؟ واحد اثنين. شكرا ميرسي، وشرفت المحل. مع الف سلامه. مع السلامه يا فندم. ايه يا عزيزه، ايه اللي جابك؟ البنت تعبانه ولا ايه؟ بعد الشر دي كويسه خالص. امال ايه اللي جابك؟ ايه ده سعيد، ايه المقابله اللي بتقابلها لي انا والبنت دي؟ ده بدل ما تقولي اهلا وسهلا شرفتي المحل. زهقت من قعدة البيت يا أخي، قلت ده شوف. قصدك إيه؟ أصلي بصراحة بقى. طب بس لو سمحت ما تكمليش. لا هكمل، أنا رجعت أحن للتصوير. عزيزة. إيه سعيد؟ هو كان اتفاق عيال؟ سميه زي ما تسميه. اتفضلي يا عزيزة لو سمحت روح البيت. لا جرالك إيه سعيد؟ مالك عصبي كده؟ هي كلمة واحدة. ما تزعقش كده، احسن البنت تطلع خلقها ضيق زيك. تعالي يا ياسمين. عزيزه لو سمحت انا ورايا شغل، اتفضلي من غير ما ترد على البيت. وانا قلت هصور يعني هصور. عزيزه اقعدي يا حبيبتي. ايوه كده، هاتي وشك كده شويه. اول صوره لياسمينه لازم انا بنفسي اللي اصورها. خلاص اللمبة دي تكره شوية. ايه ده ايه ده ايه ده، هي كان مكانها مظبوط كده، ما تحركهاش عن كده. وانا قلت انها لازم تكره شوية. لا يا سعيد انا قلت انها كده مظبوط. عزيزة سعيد. وبعدين خلاص انت كلامك صح، هي مكانها كده مظبوط. والكاميرا دي ارتفاعها كده مظبوط، لا هتعلى ولا هتوطى. ايوة انا بس بقول انا يعني. بقول ارتفاعها كده مظبوط، لا هتعلى ولا هتوطى. صح كلامك صح. وتفضلي حضرتك واقفه هنا. هنا اتفضلي حضرتك. ابتسامه بقى.